إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافعين صاد. ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت
خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله ينور عليك. قُلْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
قالت إني
زكيا. فقولي
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت
وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم. لكم تحيات محمد عبد الهادي من الإعداد والهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.